فالمشكلة في الشخص المؤذي ايه؟ انه عمره ما بيقتنع ان هو مؤذي. هو شايف نفسه ملاك. لا، هو عمره ما بيقتنع ان هو مؤذي. هو دايما شايف نفسه ان هو دور الضحية، يعني شايف نفسه ان هو ضحية لشخص مثلا معين. فبيحاول يعمل اسقاط من العيوب اللي موجودة عنده، ودايما بيطلعها في الناس او بيطلع عقد النقص في الناس اللي حواليه. ما بيقتنعش وبيتفنن الدور كويس. وشايف ان هو لما بيعمل كده مع الشخص ان هو بيدافع عن حقوقه، عن وجوده، وعن وجوده، وبيدافع عن حقوقه، وما ينفعش لاي حد يتجاوز في حقوقه. وعنده الانا بتبقى عاليه، انا نرجسيه، انا كذا، انا الفلان الفلاني، انا تعملوا لي الف حساب، انا تقفوا كل، انا تحترموني. الانا دي دايما لما بتبقى عاليه عند شخص دايما بتدل ان الشخص ده عنده عقد نقص.